الان في مطار العلا ان شاء الله يكتبها رحله موفقه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء والسميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. محافظة الوجه هي احدى محافظات منطقة تبوك الواقعة على ساحل البحر الاحمر، وهي مستوطنة قديمة ووجهة استثمار عالمي حاليا، وثالث اكبر المدن بمنطقة تبوك، يقدر عدد سكانها بنحو 50,000 نسمة. تعد محافظة الوجه وجهة سياحية مستقبلية مدرجة ضمن خطط التطوير في رؤية السعودية 2030، وترتفع 200 متر عن مستوى سطح البحر، وتجمع في جغرافيتها بين الربا والساحل والمناظر الطبيعية المتنوعة، وتشرف على واحد من أكثر مواقع الشعاب المرجانية كثافة في البحر الأحمر، ويجاورها على البحر الأحمر واحد من المشروعات العالمية السياحية في السعودية، وهو مشروع البحر الأحمر، ويشمل المشروع ثلاث جزر تابعة لمحافظة الوجه، مما يجعلها مستقبلاً وجهة للسياح وراكبي الأمواج وعلماء الأحياء والبراكين والحياة البحرية، تفصلها عن نيوم المدينة المستقبلية 167 كيلومتر. ويوجد في محافظة الوجه مطار يخدمها محليا تصل طاقته الاستيعابية إلى 100,000 مسافر سنويا. كذلك تبعد الوجه عن مطار الأمير سلطان بن عبد العزيز الدولي في العاصمة الإدارية تبوك 350 كيلومتر. وبسبب موقعها المركزي بين مدينة الحجر في منطقة المدينة المنورة والبحر الأحمر، كانت الوجه مستوطنة قديمة للأنباط ومركز نشاطهم التجاري، ممثلة في ميناء الوجه المعروف تاريخيا بميناء الحجر، نسبة إلى الحجر عاصمة الأنباط، وهو ميناء تاريخي استمر نشاطه حتى أواخر التسعينات ميلادية. كما تحتفظ محافظة الوجه في أجزاء منها بالنمط العمراني لبلداتها القديمة، وهي قرى ساحلية غير مأهولة بالسكان، تعد من المعالم السياحية في المدينة، إضافة إلى القلاع والقصور الأثرية من بينها قلعة السوق وقلعة الزريب.